مستر بولا. وفي خطأ الانتظار من بدران، الكرة بترسل بعيدة، سلطان بيحول، الله لم تكتمل، أنقذها الدفاع. نصراوية في هذه اللحظة مطالب وذهبت احتسابي لم تكتمل، أنقذها الدفاع. هدت القرار ركلة جزاء، نعم يتقدم كريستيانو رونالدو. جول لكريستيانو رونالدو. الله، نصر الدول يضرب، نعم نصر الدول يضرب ويعلن فخامة الاسم والرقم واللون والقدوة، فخامة النصر. يتقدم الآن الغناب إلى كريستيانو، كريستيانو رونالدو. الله الله الله، وبدأ الكرنفال. اي والله اي والله، وبدأ الاحتفال والاجواء. حياة الحي يحيي، الدنيا يحيي، الله حي، الله الله الله. للجهة اليسرى تصل إلى هلال عربي سوداني بقوة. أجمل هدف لم، الله، والنصر عايش في الصندوق، عايش في الجو الدون. الله على التسجيل الخارج، يعيش الأجواء، أعطى الحياة. النصر الآن كرة إلى كريستيانو رونالدو، التقدم وغريب طال لا أكثر من اللازم مع حالة تسلل كانت. كريستيانو رونالدو ينتظر، لا الواجهة ويتحرك، لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية، لكن الله طالب عبد القادر بدران بالوقوف الانطلاقة. هو يا جماعة، هو بيتحرك ويصل ويقابل إلى خارج أرضية الملعب. كانت كرة خطيرة، البحث عن كريستيانو رونالدو. الله الله، الله 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 الله، مو غريب على لمساته ومهارة بالمتعة ولا فلق، ولا على طول إلى أيمن، أيمن فضل يحيى لمن يحيي. في اللحظات الأخيرة من الشوط الثالث أنتوليتش، الكرة بترسل، من كان أقرب لكنه كان في المصيدة أيضا. تقدم حاضر، كريستيانو السوبر بيحضر كرة، جوستافو البحث عن كريستيانو، تتسدد الكرة، اصطدت كرة من جديد لمصلحة الارتداد، خوسيه أنطونيو إلى حمزي. نروح السوبر، نروح طالت. أوه بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة، كان بالسلامة، تعامل مع الموقف كما يضرب مرة أخرى. الكرة لغريب، وصلت لكريستيانو، يضرب بسون ماشا، يضرب، ينتظر، يسدد مرة بالجوار، ركلة مرمى لمصلحة نادي ضمك. قالت ماشا يهيئ نفسه لعرضية يرسلها، فعلا كريستيانو اليد ينجح من خلال ذلك. مصطفى في دورينا، كرة بتصل الآن، كريستيانو، الله، الراية رفعت، السوبر هاتريك اكتمل أم لم يكتمل؟ الراية، كريستيانو رونالدو هو أقرب للمرمى، أعتقد أن الهدف سيلغى. كرة بترسل، خوسيه أنطونيو مرت أمامه، ووصلت الكرة إلى الخارج ملعب لعبد القادر بدران قبل الاصطدام. كريستيانو رونالدو، كرة
طول لتصل محاولة تسديدة موداني محاولة ومع ذلك عايش في مصيدة في الجانب الأيمن تسديدة ربما حالتين فقط كانت على لغريب بالسلامة إن شاء الله مدرجات الاحتفالات والآن كريستيانو هيا بنا إلى السوبر أي إلى السوبر هاتريك لكن لا شيء نجح مصطفى كريستيانو تضرب تنزل وتعود عالية ضربت في معشب ضربها براسه الله على الرأسية كان يعتقد الجميع أنه سيسدد الكرة